مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. موجة حر متواصلة تعيش على وقعها تونس مطلع هذا الأسبوع وسط مؤشرات بتسجيل درجات حرارة قياسية بأغلب الجهات. عمليات حرق للفضلات في عدد من الأماكن، إشكال بيئي يؤرق المواطن ويؤثر سلبا على الطبيعة. لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإشراف أممي قد يفضي إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. البداية بجديد أحوال الطقس الذي يشغل التونسيين في هذه الفترة الصيفية، حيث تعرف البلاد موجة حر تتواصل مع مطلع هذا الأسبوع وفق مؤشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن المنتظر أن تشهد بعض المناطق اليوم درجات حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة بتوزر وبيكبلي. أسبوع جديد تتواصل معه موجة الحر في تونس وسط مؤشرات بتسجيل درجات حرارة مرتفعة بأغلب الجهات تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان وتقترب من القياسية في بعض المناطق، حيث تصل إلى 49 درجة بتوزر وقبلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح في بقية المناطق بين 41 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. أما في المناطق الساحلية تتراوح بين 35 و40 درجة، وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل. كما يتميز الطقس اليوم بظهور ضباب محلي بأقصى الشمال خلال الساعة الأولى للنهار وبسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم غد بالشمال والوسط. وضع جوي صعب يتطلب وفق المختصين في المجال الصحي اتباع جملة من الإجراءات الوقائية لمجابهة موجة الحر والحد من تأثيرتها على المواطنين بصفة عامة وعلى المسنين والأطفال بصفة خاصة. فمن المحبذ في مثل هذه الظروف الجوية تفادي الخروج في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة والحرص على شرب كميات مهمة من الماء حتى في غياب الشعور بالعطش، وعلى تناول الوجبات التي تحافظ على الأملاح المعدنية. وفي صورة الاضطرار للخروج ينصح المختصون بالمشي في الظل مع وضع القبعات الواقية لتفادي الإصابات بضربة الشمس. ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي كان لهما وقعا سلبيا على الحريق الذي اندلع منذ ظهر الأحد بجبل في معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، وأتى حتى الآن على 156 هكتارا من الأشجار الغابية خاصة منها الصنوبر. وأفاد العميد معز بن خليفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه لم يتم التمكن من إطفاء الحريق رغم استعمال الطائرة و11 شاحنة إطفاء، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد وأنها تتابع تطور هذا الحريق، كما يتم بذل أقصى الجهود لإطفائه ومنع وصوله إلى التجمعات السكنية المجاورة. التلوث البيئي يطال عديد الأماكن التي تشهد عمليات حرق للفضلات بهدف التخلص من القمامة، إلا أن هذه العمليات تخلف آثارا سلبية على المواطن والبيئة. رصد لتجاوزات بعض المواطنين وشكاوى آخرين من دخان الحرائق الناتجة عن عمليات الحرق. كاين مشعلة النار، الروايح موجودة والناموس والهم الكل فيه، وكاين شعلة النار أكثر وأكثر. يا اخويا ندخلك تو تشوف على عينيك، يقولوا لك حصاله ماهيش حصاله، يسبوا الزبله ويردموها بالحصال. مثل هذه الحرائق هي معناها مصدر نتاع قلق وتنجم تشتت مجهودات وحدات الحمايه المدنيه. حظ قاتل زادته اوساخ وفضلات لمصبات عشوائيه وسط الانهج وعلى رصيف الطرقات. انها الفوضى البيئيه في عدد من المدن حيث تنتشر ظاهره استفحلت هذه الايام، هي الحرق العشوائي لفضلات زادت من تردي الوضع البيئي، ولم تفلح لا تدخلات المسؤولين ولا المواطنين في الحد من هذه الظاهره. يوميا كبلدية تصب لعبة تعرق نصبها وكزوز متر وغادي يصب لك لهنا ويمشي. عايش العباد ماهيش عايش العباد، هاك شوف فارت الشباب الكل مسكر، صور الشباب تطلق العباد الكل مسكر. هاك انت تو كيف جيت هنا ما لقيتش حتى حريق، اما هاك تشوف التراس كيف وكل شيء. النار توصل لي للسور، ها هو السوري. السور هذا.
فهمتني؟ اقسم برب الكعبه الجمعه اللي فاتت وقت اللي لهبت النار سعيد هنا هربت لدار صاحبتي انا هزمتيك بالفشفشيت. في الليل ما نرقدوش طلعك معايا للبركون وشوف على عيني. من الحرائق بالطبيعه العباد مسكر منه ومن الجيب نحاس يحرقوا سبحان الله بوند زبله تشعل يرمي بوند تاع سيجار وتشعل عادي. مسموم ادخنه بالاخص ادخنه سامه من مواد بالاساس عضويه باعتبار 70 75% من النفايات نتاعنا هي نفايات عضويه يعني قابله للتحلل بيوديغرادابل. الهواء يتسمم، الروائح، الصحة تصبح مهددة، هذا بديهي. وفيما يشتكي المواطن ويحذر الخبير من عمليات حرق الفضلات، تؤكد الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن عددا من الخبراء المراقبين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية يعينون دوريا مثل هذه العمليات، وأن عقوبات صارمة تطال كل من يقوم بعمليات الحرق هذه. احنا فما نقولوا احنا معدل نتاع كل عام فما حكيت يمكن 50 محضر، ولكن زاد المواطن كي يتدخل ويعلمنا على الرقم الاخضر نتاعنا ولا حتى الموقع نتاعنا احنا طول معنا نتوجه ونقوم معنا بالعمل نتاعنا. كل شخص احنا كل شخص مادي ومعنوي معنا بيرسون فيزيك ومورال يقوم بحرق نفايات معنا في الهواء الطلق يتم تتبعه والعقوبات صارمه. قلنا احنا من 100 دينار 50000 دينار في معظم الاحيان 10000 دينار هي العقوبه الخطيه المسلطه على كل إنسان يقترف الجريمة هذه. توجهنا للحماية المدنية للتحصل على إحصائيات حول عمليات حرق النفايات في تونس وتدخل أعوان الحماية المدنية حين فاجأتنا صفارات الإنذار إنه حريق لفضلات تم حرقها على بعد أمتار من مقر اتحاد الصناعة والتجارة. عمليات الحرق هذا تكاد تكون دورية هنا. لاحظنا اللي باقي هذه الحرائق في تزايد. احنا كإدارة جوية بتونس سجلنا عدد 805 حريق منذ بداية السنة، أكثر من 200 حريق موجود بالفضلات والمصبات العشوائية، عندها خطر وأثر سلبي على المواطن وسلبي جدا. هذا في جانب. في جانب ثاني اللي معناها الحرائق هذه بالتجمعات السكنية يكون مصدر قلق كبير على البيئة وعلى صحة المواطن. مثل هذه الحرائق هي معناها مصدر نتاع قلق وتنجم تشتت مجهودات وحدات الحماية المدنية. وبين الجانب الردعي والقوانين الصارمة والجانب التوعوي للخبراء والناشطين في المجال البيئي، يبقى الأمر بين أيدي المواطن والسلطة المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها أن تضمن الحق في بيئة سليمة. في الشأن التربوي وبداية من الغد تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا والتي تتواصل حتى غرة جويلية. 38463 مؤجل سيتقدم إلى هذه الدورة حسب ما كشفه المدير العام لامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن تقديرات نسبة النجاح في دورة المراقبة وفق ما جرت به العادة في الدورات السابقة تتراوح بين 9 و11%، ترتفع تقديرات نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى ما يناهز 50% حسب التقريب، علما وأن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قد بلغت 37.97%. يعود مركز إصلاح امتحانات منظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية بالكاف إلى نشاطه بعد توقف ل11 عاما، وقد استعد الإطار التربوي والإداري بالجهة لهذه المناسبة لإنجاح هذه العودة وتوفير أفضل الظروف للمصححين. نحن فرحانين أن يعاد لنا بعد 11 سنة من خروجه من الكيف. الحمد لله تجندنا عنا يمكن شهرين واحنا نعدوا لهذا الحدث الكبير. استدعينا معلمين عنا اكثر من 220 معلم، اطار بشري اداريين تقريبا 28 اداري، 9 عملاء، الامن موجود. الحق عنا عملنا مجهود كبير باش جهزنا هذا المركز. انطلقنا منذ ايام في عمليه التصحيح، جاتنا ظروف، الزملاء منشغلين عملية التصحيح، ظروف رغم السخانة رغم ظروف صعبة فإن كل الأطراف متجندة. تزامنا مع مواصلة القضاة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، وزارة العدل تؤكد في بلاغ تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور مواصلة
عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويليا 2022. جاء هذا الإجراء حسب الوزارة إثر الدعوى المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم لما له من تداعيات على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم حسب نص البلاغ. وكانت تنسيقية الهيكل القضائية قد قررت في بيان أصدرته أول أمس التمديد في إضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي بداية من اليوم، احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وإلغاء المرسوم عدد 35 المناقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. إلى الجزائر، حيث توفي 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حرائق نشبت في مناطق غابية شمال ولاية الصيف. وقد ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في سرعة انتشار الحرائق وامتدادها إلى الغابات المجاورة بكل من قريتي راس الفيض وشريقات، ما أجبر السكان على إخلاء منازلهم في هذه المناطق. وقد استأجرت الجزائر طائرة من روسيا للمشاركة في إخماد هذه الحرائق. تتجه أنظار الشارع الليبي إلى اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان جيلا صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف بخصوص حسم ملف المسار الدستوري وسط تساؤلات عن مدى نجاح الفرصة الأخيرة في الخروج من حالة الانسداد الراهنة. في مسعى لتحقيق اتفاق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات، ينعقد غدا بجنيف لقاء سيجمع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدعم ليبيا ستيفاني ويليامز برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لقاء يمتد على مدى يومين وسيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق ليبي يضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد. ولكن في حال فشله، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن المجلس سيستخدم سلطته السيادية ويعلن عن القاعدة الدستورية التي وضعها لإجراء الانتخابات. في المقابل، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة في طرابلس، شدد على ضرورة دعم ويليامز في جهودها لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا. ويأتي لقاء جنيف بعد أن أصدرت وزارات الخارجية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا دعوا فيه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وكانت الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي التي انعقدت في القاهرة قد أحرزت توافقا بشأن النقاط التي كانت محل خلاف في مسودة الدستور، ولكنها فشلت في الاتفاق بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، نقاط تم ترحيلها إلى اجتماع جنيف أملا في تحقيق توافق تام بين مختلف الأطراف. ما زال الصراع في أوكرانيا يهيمن على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبعة التي تستمر لثلاثة أيام وتتفق على توسيع نطاق العقوبات على روسيا التي تمكنت من اقتحام آخر مدينة في إقليم لوغانسك. مع دخول العمليات العسكرية في أوكرانيا شهرها الخامس، موسكو تقتحم آخر مدينة في لوغانسك بعد سيطرتها الكاملة على مدينة سيفرودونيتسك في إقليم دونباس، ومجموعة السبع تتفق على توسيع نطاق العقوبات على روسيا. في هذا أعلن مسؤول أمريكي كبير أن مجموعة السبع ستلتزم غدا بمجموعة جديدة من الإجراءات المنسقة التي تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. كما أفاد البيت الأبيض في بيان أن زعماء مجموعة السبع سيتعهدون بالتزام أمني طويل الأمد غير مسبوق لتقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا بقدر ما تتطلب الحاجة، بما في ذلك تقديم الأسلحة الحديثة في الوقت المناسب.
إلى ذلك حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع في اتصال عبر الفيديو على بذل أقصى جهد لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، داعيا إياهم إلى تجديد العقوبات على موسكو، وذلك بعد أن حذر في وقت سابق من أن الحرب الروسية على بلاده تهدد دولا عدة حول العالم وأن الجميع معرض للخطر. على الأرض وفي الشرق، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في دونيسك، نقلت وكالة تاس عن مصدر عسكري روسي قوله إن القوات الروسية اقتحمت ومن خمسة محاور مدينة ليستشيانسك آخر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة لوغانسك. أشار المصدر ذاته إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بتصفية ما أسماه بالمرتزقة الأجانب، فيما أعلن حاكم مدينة لوغانسك أن عمليات الإجلاء من المدينة تزداد صعوبة. وفي تطور ميداني آخر، وفي مدينة خيرسون جنوبا، قال الجيش الأوكراني أن قواته تحرز تقدما في ضواحي المدينة الشمالية والغربية، وأنها استعادت السيطرة على عدة أنحاء فيها كانت بقبضة الجيش الروسي، لكنه أقر بأن القوات الروسية كثفت من قصفها للبلدة الواقعة على خط التماس في خيرسون. حماية المحيطات من التلوث هو محور اجتماع أممي بلشبونة البرتغالية بدأ اليوم ينظر في التهديدات التي تطال المحيطات جراء التلوث، وكان اجتماع عالمي شبيه به انتهت أشغاله أمس بنيروبي، وقد نظر في وضع اتفاقية أممية جديدة تحمي التنوع البيئي. وضع اتفاقيات واعتماد إجراءات تحمي محيطات الكوكب من التلوث بأنواعه ومن الصيد الجائر والتعدين، وإعلان محميات تغطي ثلث مساحة المحيطات واليابسة حتى تصبح بحار الأرض العظمى مورد عيش مستدام في كنف المسؤولية، أهم أهداف اجتماع ممثلي 100 دولة بدأ من اليوم بلشبونة في البرتغال. اجتماع تأجل سنتين بسبب الجائحة يأتي في ظرف بيئي عالمي عالي الدقة، تقول تقارير إن جزيئات البلاستيك الدقيقة تتسبب معه في نفوق مليون طائر ومائة ألف حيوان ثدي سنويا. الاجتماع الذي سبقته تظاهرة ترويج أمس الأحد أشرف عليها بشواطئ لشبونة أمين عام المنتظم الأممي أنطونيو غوتيريش ينظر أيضا في مخرجات تقارير تثبت أن ثلث مخزون الأسماك في المحيطات يتعرض إلى الصيد الجائر غير القانوني، فيما السفن المعتدية تفلت من العقاب، وتؤكد أن أقل من عشر المحيطات فقط يحظى بالحماية. وقد فشلت مفاوضات عالمية احتضنتها نيروبي أمس الأحد في تحقيق توافق بخصوص اتفاقية عالمية جديدة تحمي التنوع البيولوجي على كوكب الأرض مما يتهدده من مخاطر التلوث الذي يسببه الإنسان أساسا، ولم ينجح 1000 مفاوض من 150 دولة في التوصل إلى توافق حول مسودة الاتفاقية التي كان يفترض أن تضم أكثر من 20 بندا هدفها حماية الطبيعة والحياة البرية سيتم النظر فيها خلال قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي القادمة التي ستعقد ديسمبر القادم بمونتريال الكندية. بندان فقط من مجموع ما يفوق 20 اتفق حولهما المشاركون في اجتماع نيروبي أمس، يتعلق أولهما بتبادل المعارف والتكنولوجيا، وثانيهما بتعزيز المساحات الخضراء في مدن الدول المشاركة. في أخبار الرياضة، تحصلت التونسية وفاء محجوب على الميدالية الفضية لمنافسة الكوميتي لوزن 51 كيلوغرام في رياضة الكاراتيه ضمن الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية، وذلك عقب هزيمتها مساء أمس الأحد في الدور النهائي أمام الجزائرية شيماميدي. وتعد هذه الميدالية الأولى للنخبة التونسية في ألعاب وهران، وكانت محجوب تغلبت في الدور ثمن النهائي على النيجري سيبوفيتش من البوسنة قبل أن تتفوق على الصربية تامارا زيفكوفيتش في الدور ربع النهائي، ثم فازت على الفرنسية مايفا داريو في الدور نصف النهائي. أما في الكرة الطائرة فقد انهزم المنتخب التونسي للسيدات أمام نظيره اليوناني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الأولى. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز عناوينها. موجة حر متواصلة تعيش على وقعها تونس مطلع هذا الأسبوع وسط مؤشرات بتسجيل درجات حرارة قياسية بأغلب الجهات. عملية حرق للفضلات في عدد من الأماكن، إشكال بيئي يؤرق المواطن ويؤثر سلبا على الطبيعة.
لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإشراف أممي قد يفضي إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.